الله أكبر. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له، أولاده أهله أصحابه جيرانه جينا من كل مكان، الناس جات من فرنسا جات بكل من الشرق من الغرب من الجنوب، خلوا الناس تدعي للمرحوم. هاو جامع كبير إنسان طيب، اللهم اغفر له وارحمه. هذا هو ما تديروش فوضى، بارك الله فيكم. يا شكرا. ريحة تما ريحة.